بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هذا مكوى مثل ما تشوفونه، مال ستائر مال ملابس تعلقها هنايا وتكوية. اجانا عاطل فاريد اشوفكم طريقة الفتح ماله وشنو العطل اللي كان بيه. هذا طبعا بي شانل يعني بطفي والشغل، اجانا بس القلاب يشتغل بس ماكو اي حرارة او اي شغل بالنسبة له. اجينا فتحناه، طريقة الفتح ماله شوية نظر تدوقكم بيها براغي من هاي، طبعا براغي دائر مداير، بس من تريد تفتحها ما راح تنفتح. ليش؟ لان هذا اكو بي شانل بتفره هالشكل على جانب، يلا يطلع. هسه شوفوا شكو بداخله. هذا اللي بداخله طبعا هاي الثقالات كل شيء ماكو بيها. زين عيني بي هذا الهيتر صاير لي جوا، تشوفونه هذا الراس وهذا الراس الثاني مالته. هذا هيتر، الهيتر هذا يقعد وين؟ يقعد بهذا المكان. واكو بي صاندة، هاي الصاندة شوفوها، هاي الصاندة يجي المي هنا بالهيتر يتبخر يطلع لي فوق عن طريق هذا الحوض، وهذا هو الحوض مالته. هذا بي السدادة، هاي تخليها الشكل ينزل المي، ترسها ينزل المي عليه، بيجي منها المي يتبخر يصعد لي فوق. العطل مالته اللي دائما يصير بيه، اما الشانل هذا يعطل، تشوفونه هذا نفس الشانل مال الصوبات، هذا الشانل هم مخلينه باثنين وموجود بالسوق بثلاثة، نفس الشيء تترك واحد من العدة، بس احنا فحصناه طلع الاوفر لود مالته. طبعا الاوفر لود مالته شوف الاملاح مالته طلع خايس، يعني منتي تعبان فدنب، ف يعني كسرت حتى البراغي. فسويت له طريقه، لزقته باميري بخاخ هسه ضبط مضبوط، خليت له عازل فوقه وربطته بسيم حتى يبقى يتحسس الحراره حتى يعزل. فهاي الطريقه. هنايا بس اريد انوه على شغله الفتح مالته، تشوفون هاي الكنارات منا ومنا، هاي الكنارات مقابلها هذني هذني، فمن يطوب يتعشق، من تفره نص فره يتعشق ويا هذه الكنر هذا، لاحظ يتعشق هنايا بيها وحده منا وحده منا، هالشكل ينفر يتعشق وياه. فانت لازم تفتح لي جوا بالفتح تفرها على اليسرى وبالسد تفرها على اليمنى. فكل ما في الامر يعني شغلاته بسيطه. هذا طلع بيه املاح، شوف الاملاح مالته. انا برايي هذا النوعيه يعني رديئه مو خوش نوعيه، ما محكمه، وهي اول فتحه له طبعا. هسه شغلناه، طبعا كان الحاله البي بس قلوب وكل شيء ماكو، يعني هسه يسحب 7 امبير تقريبا، 7 امبيرات يسحب. خلينا بي مي هسه نجربه، شوف الحراره مالته. هاي لاحظ البخار قام يطلع بخار، يعني اشتغل اوكي. وتحياتنا لكم وشكرا لكم.